السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد. وهاي هي سيارة الهافال دارغو موديل 2022 الجديدة كلياً. فيديو اليوم راح نسوي تجربة عملية على هالسيارة، نسوي تجربة قيادة كاملة في مختلف أنواع الطرقات ومختلف الظروف. راح نشوف أيضاً الأنظمة والتقنيات اللي تم إدخالها في هذا الموديل حصرياً، وأيضاً راح نشوف شنو فائدتها بالنسبة للسائق وبالنسبة للركاب. مجموعة هواية من الأنظمة الحديثة، من أنظمة حماية، من أنظمة قيادة ذكية، وأيضاً من أنظمة راحة تم إدخالها بالموديل حصرياً. راح نشوفها، نجربها عملياً ونعرف شنو الفائدة منها. هالفيديو طبعاً مقدم لكم من شركة نهج العراق، الوكيل الرسمي والحصري لسيارات هافال وغريت وود موتورز في كردستان والعراق. فتابعوا وياي هالفيديو. فأول شيء راح نجي على مقدمة السيارة. لاحظ الشيء البارز جداً بهالمقدمة، بين الفصائل اللايتات الدائرية، بين هذا الجريل الواسع، وأيضاً بين المسافة اللي عندنا هنا وزاوية يسموها زاوية الهجومية بالسيارة، كلها تعطينا دليل على أنه هالسيارة أساسها بالتصميم هو موضوع الأوفرود والاستخدام الطرق الوعرة، لأنه عندنا هذه الزاوية إذا نباوع لها. هاي أهم شيء عندك بالسيارات اللي تكون استخدامها بطرقات وعرة، حتى تعطيك مسافة هواية عن الأرض، بحيث أنه أي مطب أو عراقيل ممكن تكون لحد هالارتفاع السيارة تقدر تجتازها بسهولة. من بعد نشوف أيضا شغلة مهمة، هي وجود الرادار الأمامي والكاميرا في منطقة تعتبر مرتفعة من السيارات. هواية من السيارات من هالموديل تشوف الرادار موجود بالأسفل، هذا الشيء غلط بهالناحية، لأنه هالسيارة إذا تم استخدامها وهو على الأكثر بالطرقات الوعرة، أمامك صخرة، أمامك حجرة هواية، أمامك فتشي عائق أو مطب، الرادار لازم ما يتحسس هالأمور، ولكن هو مخصص يتحسس السيارات اللي أمامها. فوجود الكاميرا ويا وجود الرادار هذا كان أهم شيء بتصميم السيارة، أخذوا بنظر الاعتبار موضوع استخدامها بالطرق الوعرة. من بعد نشوف أيضا وجود الكاميرا المختصة بتثبيت المسارات بالطريق. هاي الكاميرا هنا هي وظيفتها أنه تقرأ العلامات المرورية بالشارع رقم واحد، وأيضا تقرأ عندك المسافة بينها وبين السيارات اللي بعدها، بحيث أنه دائما أنت عندك نظام مراقبة الطريق مستمر. إذا نجي إلى جوانب السيارة، اللي لاحظة أنه السيارة من إطاراتها، من الويال المستخدم بها، طبعا الإطارات اللي تجي بها أول سيزن ولكن مخصصة لطرقات الأوفرود، لاحظ ايضا وجود هالقطع البلاستيكيه. هاي الشغله الاساسيه وجودها بالسيارات المستخدمه بالطرق الوعره هو انه تحميلك صبغ السياره التشاملات الاماميه والخلفيه من اي حجر او صخور متطايره اثناء عمليه القياده في ظروف مثل الظروف اللي احنا بيها هسه. الشغله الاخرى نلاحظ ايضا وجود هالدوسات، هذه الدوسات طبعا موجوده تجي من الشركه، ما يحتاج تضيفها، لانه هوايه من السيارات اللي يسموها اوف رود ما يجي بها الامور، لانه هي اصلا تعتبر أمور شكلية، ولكن وجودها هنا لاحظ جدا مهم، بالأخص لما تكون استخدامها بطرقات وعرة. طبعا نشوف هنا على المرايا الكهربائية وجود الكاميرات اللي هي من جزء من نظام الـ 360 أو الكاميرا أو المراقبة الثلاثية الأبعاد حوالين السيارة. هالكاميرا بالإضافة للكاميرا الأمامية والكاميرتين الاثنين الخلف ومن الجانب الآخر، يعطي السائق إمكانية مراقبة الطريق ومراقبة ما يحيط السيارة من الأربع جهات بكل سهولة. الشغلة الأخرى نشوفها أيضا وجود البصمة بشكل قياسي، ووجود نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح. إذا لاحظنا إلى سقف السيارة، الشيء اللي يميزه وجود التراكات الاثنين، هاي نعرفها أنه وظيفتها لما مثلا عندك طرقات خارجية، عندك كامبينج، عندك سفر، تحتاج إلى مساحة إضافية لتخزين الأمتعة أو تركيب قطع إضافية، راح نشوف التراكات الاثنين موجودة بالسيارة بشكل قياسي. إذا نجي لمؤخرة السيارة، نفس فكرة التصميم اللي موجودة بالبداية راح أشوفها بالمؤخرة، من وجود الباك لايت LED فول LED بالكامل، وجود عندك أيضا البوابة أو قفل الصندوق هذا اللي يكون كهربائي، الفتح والغلق مالته يكون كهربائي. طبعا هاي من أنظمة الراحة اللي موجودة لأنه تسهل عملية فتح وغلق الصندوق على الركاب وأيضا على السائق. الشغلة الأخرى المهمة جدا اللي وجودها بالسيارة هو الحساسات الألتراسونيك على جوانب السيارة الأربعة. نشوف هنا وجود الحساسات الخلفية بالإضافة إلى وجود الحساسات الجانبية، وهالشي طبعا أيضا موجود بمقدمة السيارة، حساسات أمامية وجانبية، بحيث أنه تستشعر وجود كل الأجسام حوالين السيارة من الأربع جهات. إذا نتكلم عن جزء القوي جدا بالسيارة، محرك السيارة اللي يجي ويا الهافال دارغو. هالسيارة طبعاً يجي بها محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي، مزود أيضاً ويا شاحن توربيني.
هالكلام كله ممكن تسمعه تقول موجود بهواية سيارات، ولكن هالسيارة بالخصوص نزلت بها مجموعة هواية من التقنيات والأمور الإضافية اللي تحسن من أداء المحرك وأيضا تحسن من أداء التوربو تشارجر بالسيارة. محرك السيارة طبعا اللي يميزه هو حجمه ووجود التوربو تشارجر به. بالنسبة لحجم المحرك 2000 سي سي يعتبر من الأحجام المتوسطة. بالنسبة لحجم السيارة هالمحرك يعتبر مثالي. وجود التوربو تشارجر بي راح يعطيه مجموعة من الميزات اللي تفرقه عن محركات التنفس الطبيعي. فإذا نجي لحجم هالمحرك 2000 سي سي، طبعا هذا راح يعطينا إمكانية كلش عالية باقتصادية صرف الوقود، لأنه 2000 سي سي راح تفيدك في عملية صرف الوقود تقلل منها وبالأخص بالطرقات الخارجية. ولكن إذا تحتاج قدرة عالية من المحرك راح تحصلها بوجود التوربو تشارجر. الفضل هنا يعود للتوربو تشارجر بزيادة القدرة الحصانية والعزم بالمحرك. هالمحرك يجي ب 196 قدرة حصانية، وأيضا يجي ب الشيء الأهم وهو 325 نيوتن متر من العزم. طبعا نعرف أن السيارات اللي تكون مخصصة للطرقات الوعرة اللي يفيد بها أكثر هو موضوع العزم، لأنه هو اللي يدور التايرات، هو اللي يعطيها إمكانية تجاوز المطبات، تجاوز الأمور اللي تكون بالطرقات الوعرة، وأيضا تجاوز السيارات الثانية عندما تكون أنت مثلا على طريق خارجي. التوربو تشارجر اللي يجي بهالسيارة طبعا نظام مالته جدا حديث، اجى بموضوع الدول شانل. نعرف ان التوربو تشارجر باغلب السيارات يجي هو عبارة عن جهاز او مضخة هواء يستلم غازات العادم من المحرك، يقوم بتدوير مضخة بداخله، هاي المضخة راح تصعد الهواء لداخل المحرك. هذا الهواء في اغلب السيارات يكون طبعا نتيجة الضغط مالته راح يكون حرارته عالية. في سيارة الهافال دارجو استخدموا مبرد مائي. اغلب السيارات الاعتياديه تلاقي انه بيها انتر كولر او مبرد هوائي يكون في مقدمه السياره، وظيفته تبريد الهواء اللي داخل المحرك. هنا التقنيه الحديثه اللي نزلت به سياره الهافال دارجو هو استخدام انتر كولر مائي، يستخدم مي من مي راديتر نفس الكولنت، ولكن بدوره ماء منفصله ويا ووتر بام منفصل، بحيث انه يقدر يبرد الهواء اللي ينتج التوربو تشارجر قبل لا يدخل المحرك. هالشيء يفيد جدا في استخدام السياره بالازدحامات على سبيل المثال، أو في المناطق اللي تكون درجات حرارة عالية مثل مناطق بلدنا. طبعا محرك السيارة مجهز بنظام الجي دي آي الحديث أو الغاز دايركت انجكشن. هذا هو نظام حقن مباشر للوقود الداخل الاسطوانة، ولكن الجديد اللي نزل بسيارة الهافال دارجو هو مكان النوزلات أو مرشات الوقود. هاي راح تكون في أعلى السلندر بدل ما تكون في الجوانب. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية هو الباترن أو طريقة بخ الوقود داخل السلندر راح يكون بشكل سداسي، أي أنه النوزل الواحد به 6 فتحات بدل ما يكون به فتحتين مثل النوزلات الاعتيادية بالسيارات الأخرى المجهزة بنظام الجي دي آي. طبعا هالشغلتين ويا نظام الحقن المتطور اللي يعتمد على 3 مراحل لحقن البنزين خلال عملية دورة الاحتراق، هاي كلها تفيد السيارة في ناحية رفع العزم والقوة اللي ممكن تحصلها من المحرك، وايضا تفيد في تقليل عمليه الادوانس، لانه هذه عمليه الباترن راح تزيد من كفاءه احتراق الوقود، وايضا راح تقلل من الحراره الناتجه داخل حجره الاحتراق نتيجه ضغط الوقود. هالشغلتين تفيد في عمليه تقليل الادوانس في هالسياره. شغله اخيره حاب اتكلم عنها بالنسبه لمحرك السياره. المحرك طبعا تجي به مجموعه من الامور الحديثه جدا من ناحيه التبريد ومن ناحيه الكنترول. نلاحظ انه عقل السياره هو يجي من شركه بوش الالمانيه المعروفه في هذا المجال. نلاحظ ايضا انه اغلب المضخات اللي تحتاجها بالسياره هي تم تحويلها الى مضخات كهربائيه بدل ما تكون مضخات ميكانيكيه سهله العطل. على سبيل المثال ووتر بامب هالسياره هو ووتر بامب كهربائي. نلاحظ انه الرادياتر بالسياره منقسمه الى قسمين، دوره مياه حاره ومياه بارده. المياه الحاره طبعا هذه اللي تبرد المحرك وتبرد زيت المحرك. الدورة الثانية اللي تكون بها ووتر بامب أيضا منفصل وتكون بها جزء منفصل من الرادياتر، وظيفتها تبريد الانتر كولر اللي تبرد هواء التوربو تشارجر، وأيضا وظيفتها تبريد الهيدروليك الخاص بالجير. فإذا نجي إلى جير السيارة، أهلا وسهلا، نلاحظ أنه الجير المعروف به هو الدي سي تي. الدي سي تي هو دول كلتش ترانسميشن. تلاحظ داخل السيارة هو عبارة عن جير آر إن دي اعتيادي، تقول هذا جير أوتوماتيك، ولكن هو يفرق فرق شاسع عن الجير الاوتوماتيك الاعتيادي. هالجير بالاساس معتمد بالتصميم على الجير المانوال الاعتيادي، اي انه عندك دول كلتش ترانزميشن، اي جير او ناقل حركه ثنائي، عندك 2 جير عادي مدموجين ويا كلتشات 2 وظيفتهم نقل الحركه من المحرك الى الاطارات الاربعه. طبعا هذا شنو فوائده؟ اولا تقليل من زمن او
فترة الانتقال من نمرة إلى نمرة أخرى، لأنه دائما هالجر عندك نمرة دائما تبقى بالانتظار لما تكون أنت تستخدم السيارة. على سبيل المثال جر على الثاني عندك دائما النمرة الأولى والنمرة الثالثة تكون بالانتظار، بدل ما يفصل وينمر بعدها ويصير تأخيره مثل الجير الأوتوماتيك الاعتيادي، مباشرة السيارة تلاحظ أنه النمرة مالتها تنتقل للنمرة اللي بعدها. فهذا الشيء طبعا يفيد بالقيادة وأيضا يفيد في زيادة الكفاءة. كفاءة الجير هذا هو 97%، أي أنه 97% من القدرة اللي تجي من المحرك وتروح للإطارات، وهذا الشيء يفيدنا في جميع النواحي من ناحية قيادة السيارة. سيارة الهافال دارجو 2022 يجي بها نظام دفع رباعي متكامل. نلاحظ أنه هالسيارة بالإضافة إلى وجود الفور ويل درايف اللي يفرق هواية عن نظام الأول ويل درايف اللي بأغلب السيارات اللي تكون من هالفئة، وجود نظام القفل الإلكتروني. القفل هو أنه تقدر تقفل أربع إطارات بحيث أنه العزم اللي يجي من المحرك يتوزع على الأربع إطارات على حسب الحاجة. شوف في أي إطار عندك يحتاج عزم أزيد من البقية، راح عقل السيارة يحول العزم اللي منتج من المحرك إلى هذا الإطار، بحيث أنه إذا كان الإطار عاصي في مكان يحول العزم إلى الإطار اللي يكون متمسك بالأرض حتى يخرج السيارة من أي مطب أو أي مشكلة تقع بها أثناء الاستخدام بالطرقات الوعرة. فهذا اللي قدمته هو عبارة عن تعريف بالأنظمة الميكانيكية والتقنية اللي نزلت بالسيارة من ناحية المحرك ومن ناحية نظام نقل الطاقة. اللي راح نسويه هسه بعدها هو تجربة عملية لأغلب الأنظمة اللي تجي بالسيارة من ناحية أنظمة الفور ويل درايف ومن ناحية أنظمة الحماية والأمان اللي تساعد السائق وتريحه أثناء القيادة. طبعا هواية اكو أنظمة ثانية أنا ما ذكرتها لضيق الوقت، ولكن هذه بصورة عامة هو تعريف عن السيستمات اللي جت بالسيارة من ناحية المحرك ومن ناحية نظام النقل. إذا أجي وياكم إلى داخل السيارة، مبدئياً نلاحظ المواد اللي تم استخدامها بسيارة الهافال دارجو من ناحية المقصورة الداخلية. طبعاً أقل ما ممكن نقول عنها أنها مواد رائعة. نشوف التركيبة أو الخلط الجميل جداً بين استخدام مواد السوفت توش بلاستيك بين قطع النيكل موجودة بين اليدة وبين التريمز، وأيضاً استخدام الجلد الطبيعي، جلد من نوعية فاخرة جداً وهي تطريز متناسب ويا اللون الكلي لداخل السيارة. هاي من ناحية الأبواب نلاحظ الأمور اللي تم استخدامها وأيضا أماكن التخزين الجميلة والكثيرة جدا الموجودة بهالسيارة. لاحظ هذا الكاب هولدر موجود هنا عندك، وأيضا هاي قطعة التخزين اللي تفيد جدا في السفر مثلا وأيضا في استخدام السيارة اليومي. ما ننسى أيضا وجود نظام الانفينيتي الخاص بالسيستم الموجود بستيريو السيارة. ستيريو السيارة طبعا نوعية فاخرة جدا مع وجود السماعات بصورة محيطية ل السائق طبعا والركاب اللي حوله. هسه راح نشوف داخل السيارة ونعرف شنو المواصفات والأمور تم إضافتها وهي كثيرة جدا إلى داخل السيارة. فإذا أجي وياكم إلى داخل السيارة، قبل كل شيء راح نلاحظ مدى فخامة وجودة المواد المستخدمة بهذا الداخل. فبين الجلود الطبيعية المستخدمة بالكشنات والمزج مع جلد الألكنتارا وهي أيضا التطريز الفخم، هذا كله طبعا يعطيها دلالة على مدى جودة المواد وأيضا على فخامة السيارة من الداخل. طبعا الكشنات الاماميه اثنينها مجهزه بتهويه وايضا تدفئه، ونلاحظ في كشن السائق اضافه وجود ميزه المساج. هذه المساج طبعا تفيد خاصه في الطرقات الطويله المسافات البعيده، لما يكون السائق مثلا باقي بالسياره فتره طويله نلاحظ انه هالشغله راح تخفف عليه من عبء وصعوبه الرحله. نظره اوليه على دشبول السياره نلاحظ انه كل شيء متوحور حول السائق، فبين وجود الدشبول الالكتروني الامامه وبين وجود ايضا الشاشه العملاقه بحجم 12.5 انش اللي تعطيه كل الامكانيات المختصه بالتبريد، نظام الاستيريو وايضا الاوبشنات الخاصه بالسياره من انظمه القياده وانظمه الامان وغيرها. شغله مهمه جدا ايضا بهالسياره هو وجود الاتش يو دي او الهيدز اب ديسبلاي. هذه عباره عن عكس ما موجود على الشاشه نعكسها على الجامه الاماميه، بحيث انه السائق ما يحتاج يرفع نظره من على الشارع حتى يعرف شنو موجود على الشاشه، لان هاي الشاشه عندك موجوده مطبوعه هنا على الجامه الاماميه،
ممكن تشغيلها بأي وقت، وتعطيك مجموعة من المعلومات بين سرعة المحرك وسرعة السيارة وأي تحذير أو تنبيه ممكن يظهر لك على الشاشة. فبالحالة أنت ما تحتاج أنه ترفع نظرك من الشارع وكل شوية تباوع إلى هالشاشة، فقط أنه تبقي نظرك على الطريق وراح تطلع عندك المعلومات كاملة. بالنسبة للستيرن ومقود السيارة، لاحظ أيضا استخدام نفس المواد وهي التطريز الفاخر موجود عليه. طبعا هذا الستيرن متوفر به خاصية التدفئة في وقت الشتاء. لاحظ وجود البدلات الخاصة بالتنمير الأوتوماتيك، هنا إذا استخدمته يتحول الجير إلى جير اعتيادي. أيضا وجود التحكمات الكاملة لنظام الاستيريو من هالجهة ونظام الإجابة على التليفون، وأيضا التحكمات الخاصة بالشاشة الوسطية كلها تلقاها بمتناول الأيد. بالنسبة للشاشة الوسطية، طبعا هذا أكثر شيء يميز السيارة. مبدئيا نلاحظ التصميم جدا حلو اللي جاي بيها، تصميم يعني متوافق ويا فكرة تصميم السيارة اللي راح تستخدم به أغلب شيء الطرقات الوعرة. عندنا هنا هالشاشة تعطيك مجموعة من الخصائص والإمكانيات اللي تفيد السائق في كل الأوقات. فبين البرامج اللي موجودة بالسيارة، إمكانيات الربط ويا الموبايل بين الأبل كار بلاي وبين الأندرويد أوتو، وأيضا إمكانية التحكم بالأنظمة اللي موجودة بالسيارة من أنظمة حماية وأنظمة أمان وأنظمة قيادة. فنشوف هاي الشاشة الرئيسية عندك موزع كل شيء بصورة جميلة، بين تشغيل الموسيقى، بين التحكم السريع بنظام التبريد والتدفئة، وأيضا بين تشغيل الراديو. ممكن أيضا ندخل إلى أي خيار من الخيارات اللي نحتاجها بالسيارة عن طريق الفيكل سيتينجز. هنا طبعا متوفرة عندك أيضا باللغة العربية، تقدر تتحكم بمجموعة أنظمة تجي بالسيارة من أنظمة حماية والتحكم بالكشنات وأنظمة السياقة الذكية. الشيء اللي يميز هالشاشة طبعا أنا لاحظت أنه مدى سهولة استجابتها لللمسات من السائق. يعني كانت أكو مشكلة ببعض الشاشات بهواية سيارات أنه يصير بيها تأخير أو ديلي باستقبال اللمسة، ولكن هنا نشوف أنه اللمسة مباشرة تستقبلها بكل سهولة ما بها أي تأخير. طبعا هذا يعود الفضل به إلى استخدام معالج حديث جدا من نوعية فاخرة، وأيضا مقاربته إلى استخدام الأندرويد أو نظام الأندرويد الخاص بالتحكم بهالنوعية من الشاشات. أوكي. اللي يتوفر هالشاشة طبعا ميزة جدا مهمة، وهي ميزة المراقبة السيارة الـ 360 درجة. الأربع كاميرات اللي موجودة بالسيارة راح تقدر تتحكم بها عن طريق الشاشة. لاحظ هنا وجود إمكانية تصوير السيارة وما يحط بالسيارة من الأربع جهات بكل سهولة. طبعا التنقل بيناتهم يكون سهل جدا وسلس. الفائدة بتعود إلى كون الشاشة سلسة الاستخدام واستجابتها إلى التاتش بكل سهولة. طبعا أنت هنا راح تقدر تتابع كل ما يحيط بالسيارة من الأربع جهات بالوقت الحقيقي، يعني بالريال تايم. فطبعا هالشغلة فائدتها جدا مهمة، واستخدامها طبعا أكثر وقت في المطبات أو في الطرقات الوعرة، لأنه احتمالية أنه تحيط السيارة مثلا صخور أو مطبات أو عوائق راح تشوفها بكل سهولة عن طريق استخدام الكاميرات الثلاثية الأبعاد بدون ما تسبب لك مشكلة خلال القيادة. بالنسبة لداخل السيارة، عندنا شغلة مهمة جدا تم إضافتها إلى سيارة الهافال دارجو، نظام التبريد والتكييف المتكامل بهالسيارة. به شغلتين جدا مهمة وتخليها تفرق عن باقي السيارات اللي تكون من هالفئة. الشغلة الأولى هي نظام الأيون. هذا النظام وظيفته أنه يتأكد إيش قد عندك كمية تلوث بداخل السيارة. التلوث طبعا يجي هو مثلا خلال التنفس، انه الهواء اللي يكون بداخل السياره، انت على طريق خارجي، الهواء اللي يدور بداخل السياره مستمر، راح يصير بكميه احتماليه وجود ميكروبات او غيرها. هالسياره بيها امكانيه توليد ايونات، وظيفتها انه تسحب الشغلات الملوثه، يعني تسحب الميكروبات اللي موجوده بالهواء اللي تكون ما يقدر الفلتر الاعتيادي انه يصفيها، راح يسحبها ويعطي ايونات موجبه للهواء. طبعا هاي اثبتت الدراسات انه فائدتها جدا كبيره من ناحيه تصفيه الهواء، من ناحيه الشم، وايضا من ناحيه تقليل الميكروبات والامور الضاره اللي ممكن تكون بداخل السياره. هالشغله طبعا وظيفتها الاساسيه هو فلتره وتنقيه الهواء الموجود بالداخل. طبعا السياره بها حساس خاص لدرجه تلوث الهواء بداخل السياره. اذا اكتشف انه غاز CO2 او غاز ثاني اكسيد الكربون زاد بداخل السياره، مباشره راح يدخل هواء فريش او هواء نقي من الخارج، يخلطها ويا هواء السياره ويقلل من نسبه التلوث الموجوده بالداخل. الشغلة الثانية المهمة جدا واللي تختص بنظام التبريد الموجود بالسيارة هو كومبريسر التبريد، هو من نظام الـ Variable Displacement. Variable Displacement هو أنه الإزاحة أو سعة الكومبريسر متغيرة. نعرف أن أغلب السيارات أنه لما تشتغل خليت التبريد على سبيل المثال على 18، مشيت بالسيارة طريق خارجي، مع مرور وقت البرود مالتها راح تكون كلش هواية. أنت تحب أنه يكون عندك برودة معتدلة الدرجة أنت تسيتها.
هذا الكمبريسر الخاص بسيارة الهافال دارجو يمكنك من أنه يشتغل عند أي درجة تبريد محددة، أي أنه ما يحتاج فقط يشتغل فول باور أو يفصل، هذا فقط راح يشتغل على الدرجة اللي أنت تسيتها، أي أنه ممكن يشتغل 50%، ممكن يشتغل 20%، ممكن يشتغل 100%. نقدر نمثلها بالضبط أنه نظام التبريد الانفيرتر الموجود حاليا بالمنازل وهو أحدث نظام تبريد بالنسبة للمكيفات المنزلية، بالضبط هذا راح يشتغل بنفس المبدأ. هالشغلة بيها فائدتين، هو أنه تقدر تحدد شقد البرودة اللي تريدها من التبريد، يعني ما لازم أنه يكون عندك فل تبريد وممكن يكون بدون تبريد، ممكن تحدد البرودة اللي تحتاجها بالضبط. وشغلة ثانية أنه لما يتشتغل بطاقة أقل هذا راح يقلل مصرف الوقود، فهي تعتبر ميزة جدا حلوة من ناحية اقتصادية الوقود بالنسبة لسيارة الهافال دارجو. الشيء الثاني اللي موجود بعد الشاشة هو عندنا الأزرار الوصول السريع، هاي عندنا مجموعة من الأزرار توصلك إلى وظائف سيارة السريعة اللي دائما تحتاجها. الزر الأهم اللي موجود بيه هو زر المود، هذا هنا يقدر يحول بين أنظمة القيادة المختلفة بالسيارة. هالسيارة يجي بيها 8 أنظمة قيادة مختلفة تمكنك من استخدام السيارة بكل الظروف اللي ممكن تواجهك على الطريق. فلاحظ النظام الأساسي هو وجود نظام النورمال، بعد النظام الإيكو ونظام السبورت، هالثلاث أنظمة ممكن تستخدمها بالطريق الخارجي أو بالقيادة الاعتيادية بالمدن. فهذا النظام النورمال هو النظام الاعتيادي اللي يفيدك في كل الوقت. من بعدها نشوف نظام السبورت راح يغير مجموعة من السيستمات بالسيارة، استجابة السيارة استجابة البنزين راح تتغير عندك، أيضا النمرات راح تكون بوقت أقل والنمرة تبقى عندك فترة أطول لحتى تحصل على أعلى عزم وعلى قدرة من المحرك. إذا حبيت تستخدم السيارة بطريقة معتدلة، أي أنه أقل صرف للبنزين وأيضا أريح سياقة، ممكن تبقيها على وضع الإيكو. الإيكو طبعا راح يقلل مصرف البنزين وأيضا يخلي النمرات تكون عند وقت أقل حتى تريح المحرك، وأيضا أنه ما تصرف بنزين أزيد في سبيل أنه مثلا عندك طرقات خارجية تقليل بنزين وأيضا اقتصادية الوقود تكون أفضل. عندك المودات الثانية الخاصة بنظام الدفع الرباعي بين نظام الرمل ونظام الطين، وأيضا نظام خاص كأنه لشوارعنا مخصص وهو نظام البوت هول. إذا كان الشارع ما معبد، إذا كانت عندك هواية طسات بالطريق، أنت راح تحول إلى نظام البوت هول، هذا يغير من استجابة البنزين، أيضا يشغل أنظمة الحماية، يشغل وياها استجابة البريك راح تتغير كلها عندك على حسب هذا النظام. فعندك بالنسبة لأنظمة القيادة عندك 8 أنظمة مختلفة، ممكن تختار أي نظام على حسب وضعية وحالة الطريق اللي تمشي به، من الشارع الاعتيادي إلى الطرقات الغير معبدة إلى الثلج إلى الرمل إلى الماء إلى أيضا حتى عندك نظام خاص بالمشي على الحشيش أو الجرافل. بالنسبة لأبعاد داخلية مقصورة السيارة، أنا لاحظ أن المبعاد يعني مقصورة جدا رحبة، عندك فراغات في كل الأماكن بالنسبة للسائق وأيضا بالنسبة للركاب. فبالنسبة للسائق لاحظ هاي المسافة الموجودة الهيدروم، عندنا البعد عن السقف، طبعا هذا الشيء يوفره هو فصال السيارة البوكسي شيب، السائق ممكن يكون بكل راحة ما عنده أي عوائق لا على اليمين ولا على اليسار، وهالشيء أيضا متكرر بالنسبة للركاب اللي معه. لاحظ هاي الليجروم اللي موجودة بالنسبة لمقاعد الركاب الخلفية، راح تلاحظ أنه مسافة جدا جيدة موجودة بالنسبة للليجروم اللي هي توفر لك راحة لوجود الراكب بالسيارة. فهالموضوع جدا مهم عندي بالنسبة لهالسيارة اللي طبعا تفيدنا بالأخص بالسفر في الطرقات أو المسافات البعيدة. شغلة أخرى أيضا بداخل هالسيارة لاحظ أنه وجود أماكن عديدة لحفظ الحاجيات أو الستورج سبيس. فعندك هاي المنطقة الوسطية، عندك هنا هاي المكان تم استغلالها بأنه تخلي بيها ستورج ممكن تخزن بيها بعض الأمور، عندك المكان الخاصة بالوايرلس تشارجينج أو شحن الموبايل، هنا الكاب هولدرز المتوفرة، وأيضا على جهة السائق وعلى جهة الركاب كل الأماكن هذه بيها أماكن خاصة بحفظ الشغلات أو الحاجيات أثناء وجودكم بالسيارة. بالنسبة سقف السيارة، السيارة تجي مجهزة بسقف بانوراميا كامل على ركاب المقاعد الأمامية والخلفية، وأيضا بميزة جدا حلوة أنه هذا السقف يقفل أوتوماتيكيا أثناء القيادة إذا عبرت سرعة معينة ممكن تحددها. فسيارة الهافال دارجو على الطرقات الخارجية، طبعا بالطرقات الخارجية عندك أهم شغلة هي توفير منظومة أمان كاملة للسائق وللركاب اللي معه، بالإضافة إلى وسائل الراحة اللي توفرها السيارة. فمن ناحية الأمان عندك مجموعة أنظمة قيادة ذكية مختصة بتسهيل أمر السياقة على السائق، يعني أنت إذا كنت في رحلة خارجية على سبيل المثال 4-5 ساعات راح ممكن هذا الشيء يعني يحسسك بالتعب من القيادة المستمرة وأيضا من موضوع الانتباه على الطريق. فهالسيارة راح توفر لك أولا وأهم شيء نظام المثبت السرعة التفاعلي الـ ACC Adaptive Cruise Control. هذا النظام يعتمد على وجود الكاميرا والرادار بمقدمة السيارة، راح يقيس المسافة بينه وبين السيارة اللي تليه بحيث أنه يثبت لك هالمسافة
وسرعة السيارة متغيرة مع سرعة الطريق الموجودة أو مع سرعة الترافيك أو السيارات اللي أمامك. فأنت ما يحتاج أنت دائما رجلك على البنزين رجلك على البريك ويا السيارات اللي معك. لما تكون بطريق خارجي تتسوق بسرعة معدل على سبيل المثال 100-120، السيارة راح تثبت لك المسافة بينك وبين هالسيارة اللي بعدك، بحيث أنه فقط أنه تحتاج إيديك على الستيرن والسيارة تقوم بالباقي. نظام ثاني موجود أيضا بالسيارة يعتمد على وجود الرادارات والكاميرات، وهو نظام تثبيت المسار أو اللين كيب أسيست. هذا السيستم راح وظيفته يثبت السيارة ضمن خطوط الطريق الموجودة على الشارع، أي أنه إذا تمشي مثلا بالباحة الوسطية، إذا سيارة منك راحت يمين أو يسار شوية بدون انتباه، مباشرة راح يعطيك تحذير بأن السيارة دا تروح إلى اليمين أو إلى اليسار. وإذا ما صار تدخل من السائق، السيارة راح ترجع المسار تعدله طبعا بعد ما تقرأ الشارع، تقرأ السيارات اللي حواليها عن طريق الرادارات، وتبقي لك السيارة ضمن مسار محدد. حتى هذا الشيء سهل على السائق أنه يبقى ضمن هالمسار، وبالتالي ما يحتاج دائما يسوي تعديلات على المسار اللي يمشي به، أو في حالة أن السائق غفل عن الطريق، السيارة راح تعطيه تنبيه بأنه لازم تبقى ضمن المسار، وإذا ما بقيت السيارة راح تبقيك ضمن هالمسار، حتى دائما السيارة تحافظ على الركاب طبعا والسائق من احتمالية حدوث حوادث نتيجة عدم الانتباه. لاحظ أن السيارة مباشرة ترجع تعدل المسار للمسار الصحيح، وإذا كنت طبعا ما منتبه رافع يديك عن الستيرن تعطيك تنبيه. الستيرن به حساسات لهذا الموضوع، فقط من لزمت الستيرن راح التنبيه لأن كل شيء صار طبيعي. طبعا شيء أكيد ما ننسى أنه بالطرقات الخارجية نحن كلنا نبحث عن موضوع هو أنه توفير صرف الوقود. هالسيارة راح توفر لك نظام الإيكو، مباشرة أنت من خليتها على الإيكو راح يقل صرف الوقود بالسيارة، بحيث أنه تبقى دائما تحصل على نفس القدرات ولكن بصرف وقود أقل. وفي حال أنه حبيت أنه تجرب القدرات الرياضية اللي بالسيارة، عندك هنا سيستم خاص وهو سيستم السبورت. سيارة من دخلت للسبورت كل شيء تغير بيها، الاستجابة الجير راح تتغير، الجير الدي سي تي اللي بيها راح تغير استجابته، بالإضافة إلى دوسة البنزين راح تتغير عندك، وما ننسى أيضا وجود إمكانية القيادة بجير مانوال. عندك هاي البيدلات والشفتات الموجودة على الستيرن تقدر تنمر بيها حسب ما تحتاج. طبعا عملية على نظام الأوتو باركينج، اللي تسويه السيارة هو أنه تبحث عن المكانات الفراغ اللي ممكن أنه السيارة تركن بيها والمساحة بيها كافية. أول شيء تعطي إشارة بالاتجاه اللي تريد السيارة تبحث بيها، من بعد تشغل النظام وتحول الجير على الدي وتمشي شوية بسرعة قليلة لحتى السيارة تسوي مسح للمنطقة، تقدر تعرف هل أنه المسافة كافية لركن السيارة أم لا. هنا السيارة لقت هالمنطقة، يقول لك أنه تريد تختارها. إذا نختار المنطقة اللي نسويه بعد هو أنه release the brake، نترك البريك نعوف السيارة تقوم بالباقي. هسه اللي راح يصير كله هو عبارة عن شغلة أوتوماتيكية تلقائية، شوف أنه السيارة تقوم بعملية التنمير على الار، قاست المسافة شافت أن المسافة كافية، إذا راح تسوي عملية الركن. هسه اللي يصير كل شيء، شافت أن المسافة قريبة من السيارة اللي وراها طبعا راح تعدل المسار، أنا ماكو أي تدخل من عندي، كل شيء يصير تلقائيا بالسيارة بشكل ذكي وبشكل أوتوماتيكي. إذا لاحظ هنا على الشاشة اتجاهات الستيرن وين، لاحظ أيضا الجير كيف يصير التنمير، ولاحظ متى راح تتوقف السيارة والزاوية مالتها، بحيث أنه تختار الزاوية الصح بين السيارتين. هنا شافت أنه قريبة شوية صارت المنطقة من السيارة اللي بصفها، راح تعدل المسار. تلاحظون أنه كل شيء يتم بالسيارة نفسها طبعا، البريك والبنزين والتحويل بين النمرات الجير والستيرن الزاوية مالته الاتجاه كله تلقائيا. فنشوف أن المسافة هي متساوية بين السيارتين، أكو مجال للسائق وللركاب بالسيارة نفسها وبالسيارات المرافقة أنه يقدر يطلع منها السيارة بكل سهولة. انتهى نظام الأوتو باركينج بدون أي تدخل من عندي، السيارة مباشرة تتحولت إلى نظام البي، ولاحظ أنه الإمرجنسي بريك أو الهاند بريك تم ربطه ويا السيارة، أي أنه كل شيء تمام حاليا. فهي التجربة لنظام الأوتو باركينج طبعا تفيد هواية، بالأخص إذا كان مثلا سواق جدد أو أنه المسافة ضيقة ممكن السائق يلاقي صعوبة أنه كيف راح يطبق هالسيارة. فاستخدام هالنظام ويا الرادارات ويا الكاميرات يسهل العملية جدا على السائق.
فأعزائي، هذه هي نهاية الرحلة ويا سيارة الهافال دارغو الجديدة. شفنا وياكم إمكانيات السيارة الجبارة في التغلب على مختلف أنواع الطرقات. جربناها بالطرقات البعرة، جربناها بالطرقات الخارجية، وأيضا عرفنا مجموعة الأنظمة والسيستمات اللي نزلت بها السيارة خصيصا في هذا الموديل، واللي من شأنها توفر الراحة والأمان وأيضا القيادة الذكية للسائق مع توفير الراحة لباقي الركاب. طبعا السيارة حاليا متوفرة عند جميع فروع شركة نهج العراق، الوكيل الرسمي والحصري لسيارات هافال في العراق. تقدر تزور الفروع الشركة بالمدينة الأقرب اللي أنت بيها أو المدينة الأقرب إليك، راح تلقى هالموديل موجود متوفر تيست درايف. تقدر تأخذ السيارة ويا ممثل الشركة وين ما تريد تجربها، تتعرف عليها تعرف يعني للسيارة على شلون القيادة مالتها، شنو الإمكانيات اللي تقدمها هالسيارة، راح تعرفها بنفسك. وأيضا تقدر تجرب أي من موديلات السيارات الثانية اللي تقدمها شركة هافال. فطبعا هالفيديو كان تجربة خصيصا لسيارة الهافال دارغو. انتظرون ان شاء الله على صفحة الشركة، هنا راح تشوفون مزيد من التجارب العملية، تجارب القيادة لمختلف سيارات الهافال. هنا نحن جربنا هالسيارة في مختلف انواع الطرقات والظروف. راح تشوفون مجموعة فيديوهات قادمة نشرح بها، كل فيديو يكون شرح عن نظام على حدة، حتى تكون عندكم فكرة عن شنو الأنظمة اللي تقدمها هافال في سياراتها.